عارفة بحس معاك حياة طمنتي مني يهديك على طول صبري. كلنا عارفين ان مفيش فنان او شخصية عامة بيعمل اي حاجة الا والناس كلها بتعرف وتتكلم عنه، وده اللي خلانا النهاردة نتكلم عن بسمة بوسيل، مصممة الازياء المغربية وزوجة الفنان الكبير تامر حسني، اللي اثارت الجدل عن علاقتها بتامر بعد ما عملت ليه الغاء متابعة ومسحت كل صوره من حسابها على انستجرام، وبعدها رجعت المتابعة تاني ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. انا ماريا مجدي ويلا نحاول نعرف ايه اللي حصل. مش أول مرة نسمع عن شائعة مشاكل بين الفنان تامر حسني ومراته بسمة بوسيل، والمرة دي لاحظ المتابعين وجمهور الطرفين إن بسمة لغت الفولو لتامر على انستجرام وكمان مسحت كل صوره. مش بس كده، لأ ده كمان انتشر شائعات عن انفصالهم رغم إن الطرفين محدش فيهم لسه صرح عن أي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده. بسمة نشرت رسائل غامضة جدا من خلال الستوري على انستجرام، واللي بتتكلم عن الظلم والفتنة والناس اللي بتتكلم عليها في غيابها، وبتدعي ربنا انه يبعدها عن الشر ويقدر ليها كل خير. ودي مش اول مرة اللي يتعرض فيها الكابل الشائعات اللي من النوع ده، او انهم انفصلوا او بينهم خلافات، واللي اخرها كانت في شهر مايو اللي فات، وفضل الموضوع بين الناس وكتر الكلام فيه لحد ما طلع الفنان تامر حسني ونفى كل اللي بيتقال. مش بس كده، لا ده كمان نشر صورة على انستجرام بتجمعه بمراته بسمة بوسيل، واللي بيعبر لها فيها عن مدى سعادته بنجاح شركتها الخاصة. ومن الممكن المرة دي ان تكون دي كمان شائعات، وان الحاقدين كتير، خاصة ان تامر حسني حقق نجاح كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، ده بجانب لمواهبه المتعددة. ده غير انه احيا حفل غنائي الفترة اللي فاتت في المملكة العربية السعودية، واللي كان فيه تفاعل كبير جدا من الجمهور، غير فيلمه الاخير اللي لسه في دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، ومن المفترض انه حقق نجاح كبير برضه، واللي يعتبر اول تجاربه في الاخراج. مش بس كده، هو كمان من بطولته وتأليفه، فلازم يكون في عيون كتير بتركز عليه بما انه يعني بيعمل كل حاجة، خاصة انه محل اهتمام من الجمهور في كل الوطن العربي. سنة 2012 اتجوز تامر حسني بسمة بوسيل، وهي كانت مطربة في ستار اكاديمي، وعاشوا حياة مستقرة جدا، وبعد كده ربنا رزقهم بمولدتهم الاولى اللي هي سموها تاليا، وبعد كده ربنا رزقهم بأمايا واخيرا ادم اللي جابوه في سنة 2018. وخلال الفترة دي كلها ما سلموش من الاشاعات وكلام الاعلام والنميمة، زيهم زي شخصيات كتير معروفة في الوسط الفني، وكالعادة منتظرين حد منهم يطلع يكذب بالكلام اللي بيتقال حاليا او حتى يوضح للجمهور ايه اللي بيحصل.